الادوات اللي هحتاجها هحتاج غربال سلك زي كده، ده بيتباع في الاسواق الشعبيه او في محلات العطاره، اسالوا عليه. هو بيبقى محوط بخشب كده، ومن هنا سلك، يعني الحته دي بتبقى سلك زي ما انتوا شايفين. كمان هحتاج الاسفنج، اسفنج بالسمك ده، يعني مش تخين ولا رفيع، قصيته على شكل دائري. وهحتاج معايا فايبر، طبعا الفايبر ده اللي بتحشي بيه المخدات ولعب الاطفال وكده، برضو ده بيتباع. كمان هحتاج قماش فرو بيبقى بالشكل ده، ممكن تستخدموا قماش الستان برضو هيبقى كويس جدا معاه، بس انا اخترت قماش الفرو النهارده هعمله قماش الفرو. هحتاج كمان جوبير بالشكل ده، في اشكال منه مختلفة كتير بيتباع في محلات ادوات الخياطة. وكمان جبت الشريط الذهبي ده، دول هستخدمهم في الفينش الاخير او في الديكورات بتاعت الغربال في الاخر. كمان هحتاج معايا مسدس شمع ومقص وكمان ابره وخيط، دي الحاجات الاساسيه اللي هشتغل بيها، اللي هبدأ شغل بيها. لو هستخدم حاجه تانية برضو في الفيديو هبقول لكم عليها. يلا بينا نشوف الطريقه ونشوف هيتعمل ازاي. اول حاجه هبتدي اشتغل فيها هو الاسفنج، قصيت زي ما انتم شايفين الاسفنج بشكل دائري زي كده، وكمان قصيت من قماش الفرو وقصيت شكل دائري على قد الاسفنج اكبر شويه زي كده. بعدين هحط تحت بين القماش والاسفنج هحط طبقه فايبر، طبقه خفيفه يعني مش كتير. تغطي لي الاسفنج من فوق عشان انا عايزه اعمل فيه زي تغريزه كده او غرز بالابره والخيط، فعشان تبان الغرز معايا لازم احط الفايبر. زي ما انتم شايفين، وبعدين هدي كده وهبتدي بالابره والخيط اعمل فيه غرز، هوريكم غرزه وبعدين هكمل الباقي. ادي كده اهو بدخل الابره من تحت، بسيب فيها طرف صغير، ما بشدهاش للاخر، وبعدين برجعها تاني لتحت كده زي ما انتم شايفين، وبعدين بربط الطرفين مع بعض بعقده كده، بشده جامد عشان تبان معايا الغرزه بره زي ما انتم شايفين، بانت اهي شويه. هكمل القطعه اللي معايا دي بنفس الطريقه كلها، هعمل غرز متفرقه بشكل عشوائي وبعدين هوريكم شكلها عامل ازاي. كده شكلها بعد ما خلصتها. اكتر هستخدم اللي هي الفصوص دي، وهبتدي اجزاها على كل غرزه انا عملتها بلزق الشمع. معايا هي بالشكل ده، يا رب تكون واضحه معاكم، على مقاس الغربال بالظبط اهو. قبل ما احطها هبتدي دلوقتي اجيب قماش الفرو، قصيت منه قطعه طويله كده هبتدي اجزاها على الاطراف كده من هنا. لزقت الشريط اهو زي ما انتم شايفين حوالين الغربال كله من جوه. ده عملته ليه؟ ده عشان اداري بيه الحواف بتاعه الغربال. دلوقتي برضو هحشيه فايبر عشان دي ما تبقاش ناشفه على النونو او البيبي، فهبتدي احشي فايبر كده. احط الحته اللي احنا عملناها المدوره اللي في النص عشان احشي على الجزء العلوي اللي من هنا. هبتدي احط الفايبر كده واشد عليه القماش، والزق الطرف من تحت.
كده خلصته بالشكل ده هبتدي ابطن الحته اللي هي تحت دي، طبعا مش هنسيبها كده. هجيب قماش عادي اي نوع متوفر عندكم، هقصه بشكل دائري وبرده هلزقه بلزق الشكل. كده هو كان شكله بعد ما غلفته من ورا. دلوقتي هعمل بقى الديكورات بتاعته والفينش الاخير بتاعه. كده خلصت بقى معاه بالشكل ده الجناب اهي. هجيب بقى الشريط الذهبي وهبتدي الزقه كده برضو على الجناب. هبتدي اعمله هنا كده شكل فلوكات صغيرة. ممكن بقى هنا بالفوق نكتب اسم المولود او نكتب في الحتة دي كده بالكرتون والفوم، ممكن نكتب اسم المولود او نكتب مثلا بيبي نيو بيبي ماي بيبي، اي جملة مثلا تعبر عن يعني عن الاسبوع وكده. لو عايزين تشتركوا في القناة اضغطوا على كلمة اشتراك، وكمان دوسوا على الجرس اللي جنب كلمة مشترك دي عشان تفعلوا الجرس، كده تقدروا تحصلوا على الإشعارات كلها لما أنزل أي فيديو جديد، هيوصل لكم إن أنا نزلت فيديو، وكده تقدروا تتابعوني دايما.